السلام الله عليكم. طبعا انتم ربنا بيرحمكم اني بعطيكم هذه المحاضرات او اللايف على الهواء مباشره برا في البرد، يعني ناقص 10. هذا بخليني اختصر لمده 9 دقائق 10 دقائق وما اطول في الحكي اللي ازعجكم من طوله المحاضره، بس هذا اعطاني فرصه اني اعمل عمليه تجارب على موضوع كيف موضوع البرد والبرد القارس بيزيد من حدة ألام مفصل الركبة بغض النظر شو المشكلة اللي موجودة فيه، سواء غضاريف اهتراق في الغضاريف الهلالية أو مشاكل في الأربطة اللي بتحيط بالمفصل أو مشاكل التهابات أو مشاكل هشاشة عظام أو أرثرايتس، هذه كلها مع البرد بيصير فيها زيادة حادة. طيب ماشي، فالقصد من الموضوع اني هلا انا واقف، لما اوقف واعطي الحركة هذه ما في اشي بوجعني لا يمين ولا شمال من ركبي، هذه اول ملاحظة وهلا حنجيها كمان شوي. الملاحظة الثانية اني لما اطلع من المكتب هون على الساعة 8 المساء بتكون درجة الحرارة في السيارة تقريبا ناقص 10. هلا انا بقعد في السيارة ولما اوصل البيت بدخل على البيت من درجة حرارة ناقص 10 برا لدرجة حرارة زائد 20 في داخل الغرفة في داخل البيت، هذا بسبب لي ألام في الركب. أي ركبة بتزيد الألام فيها؟ الركبة الشمال، والركبة اليمين عادي ما بشعر في الألام. ليش طيب الركبة الشمال هي اللي بتصير فيها ألام وأنا فيش عندي ألام أو أي مشاكل، بس البرودة بتأدي للألام؟ لأنه إجري الشمال قاعدة بالسيارة ما بتتحرك ولا لأنه أوتوماتيك السيارة، فالحركة كلها في الإجري اليمين. الإجري اليمين قاعدة بتنزل الدعاسة البنزين، بتعمل على البريكات، بتغير من اتجاهاتها بين تاعت البنزين وبين البريكات، يعني في حركات لولبية، حركات لازم اضلني اسويها. عشان هيك لما اوصل البيت اجري اليمين ما بتوجع، اجري الشمال ما بتوجع. ماشي، ما خلصنا هيك. التجربة الثالثة اللي عملتها قلت طيب قبل ما اطلع بدي ادهن شوية زيت من هالزيوت اللي بنعطيكم اياها، وافضل انواع الزيوت اللي بتخفف كثير من الالام اللي انتم جربتوها وحكيتوا قديش فاعليه، اللي هي شغلات بسيطه، بنحط مخلوط من حبوب الرشاد مع السمسم ملعقتين حبوب رشاد، ملعقتين سمسم، ملعقتين اوريجانو او زعتر، وبتحطوا ملعقه من الملح، وهذا المطحون بتخلطوا وبتحطوا عليه زيت زيتون، وبعد ما تحطوا في حمام مريم مرتين ثلاثة على مدى يومين ثلاثة في لمدة ساعة ساعتين، بعدين بلشوا تستخدموا كدهون على مفصل الركبة. المهم عملت من الدهونات ولفيت اجري في باندج الشمال وطلعت بالسيارة نفس الشيء، وصلت البيت في هاي الحالة ما كان في عندي اي الام في المنطقة في الركبة الشمال كالعادة، رغم اني ما حركتها، بس كان في عندي حرارة زايدة يعني ودفى كتير بسبب المواد الحارة اللي موجودة في هذه الزيوت، وما حسيت في الألم. قلت طيب المرة الثالثة قلت بدي أشوف، بديش أحط أي شيء لا زيت ولا أحط البانداج، واستخدم بس أحركها للشمال زي ما بحرك اليمين، ونفس الشيء وأنا طالع لحد 15 دقيقة طبعا مسافة الطريق، ضليتني احرك اجري الشمال واجري اليمين، بس وصلت على الدار لا في الم لا في اليمين ولا في الشمال بسبب اني حركتها. يعني ملخصة الموضوع من التجارب هذه ومن التجربة البسيطة اللي هي احنا بنحاول نوضع كل الامور كمنهج اكاديمي في التعاطي مع العلاجات هذه اللي بنسويها. عشان هيك نتائج البحثات انه اول شيء بدنا نخفف الألام فترة البرد، إذا لازم نستخدم الزيوت يوميا من مرة لمرتين، الفترة الصباحية اللي نشيل الخشونة ونخفف الألام، والفترة المسائية اللي نقدر ننام بشكل مريح. وضعية النوم لازم تكون وإحنا حاطين مخدة تحت إجرنا. لما بدنا ننام بعد ما نعمل الزيوت لازم نلف الإجر في البانداج.
نلفها في البانداج بشكل ضغط بسيط ونخليها دافية مع الضغوطات الخارجية ونخدي تحتها، إذا هاي هي الوضعية المريحة. بعدين بدنا نعمل المساج، المساج بالزيوت هذا لازم مش بس على المفصل، لازم ينعمل لتحت لعضلات السمانة، ولازم ينعمل للفخذ من فوق، يعني فوق الركبة بعشرة عشرين سنتي نعمل المساج بالزيوت هذه، ولما نخلص نلفها، ما نشيل الزيوت، نخليها تحمل مفصل. طيب الشغلة الثالثة اللي كمان استنتجناها انه بدون حركة، حتى لو احنا قاعدين ونظلنا فقط نرفع جرينا شوية وننزلهم، نرفع نحرك يعني زي حركة القدمين، بدون ما نرفع اجري ونزل، بدون ما امشي، بدون ما احرك، هيك بزيد التشنجات، ومع البرد التشنجات هذه بتزيد، تشنجات العضلات او الاربطة كلها بتتشنج مع عملية البرودة. هلا التشنج شو اللي بيصير؟ لما يتشنج على المفصل القوة الضاغطة على المفصل بتتضاعف، يعني إذا وزني هلا 80 كيلو، إذا على مفصل الركبة كل ركبة بياخذ 40 كيلو 40 كيلو، بس إذا صارت برد في هاي الحالة المفصل بتحمل 80 كيلو مضاعف، لأنه العضلات شادة والأربطة شادة وضغطة على الغضاريف هذه وكاعدة بتعملنا موضوع آلام شديدة. هذا عشان هيك البرودة بتعمل البرد. ماشي، فقلنا التمارين، الزيوت، البانديج، والحركة، هذول أربع شغلات أساسيات كنظام علاجي ممكن تتبعوه، لازم تتبعوه يوميا، وخلال أسبوعين لثلاث أسابيع بيكون حالتكم أقل شيء أحسن ب50%. أنا بقولكم على أقدر يعني أطول التوقعات. بالعكس الناس اللي ممكن تشوفوا التعليقات حضراتكم والمفروض شفتوهن وشوفوا قديش اتحسنوا بس من هذه الثلاث شغلات الأربع شغلات اللي انتوا عارفينها، بس ضايل انكم تطبقوا اللي نخفف من معاناة مفاصل الركبة عند الحجات وعند أمهاتنا وعند أبانا الكل بيعاني. مفصل الركبة من أصعب المفاصل للعلاج، وإن شاء الله بنقدر نخفف عليكم من هالألام هذه باستخدام هذه الثلاث مراحل: الحركة، المساج بالزيوت، الأربطة، وبتضيفوا عليها كمان كمادات المياه الساخنة. هذول الأربع شغلات كفاية عن جد للعلاج، بس هذول الأربعة ما بتاخدوا وحدة ووحدة، لا، ما بدكم علاج بدكم تاخدوا هالأربعة قد ما تقدروا، حاولوا، بس لازم تعملوا الأربع خطوات هذه واحدة ورا الثانية. واحد بكل حطيت زيوت بس ما نفع، مش حينفع، مش بدون حركة مش حينفع. واحد بيعمل تمارين بس ما بيعمل زيوت وما بيعمل تليين، مش حينفع، لأنه حيتعب كتير في التمارين وحيلاحظ انه الألام زادت بدون ما يعمل الزيوت والكمادات المياه الساخنة والحركات هذه البسيطة اللي بنعطيكم إياها. وفي نهاية الحلقة ديروا بالكم على الأحذية، إنكم تلبسوا أحذية مريحة مثبت القدمين، وفي ضبان طبي يكون اللي يكون الاهتزازات وانتوا تمشوا هذه تروح في النعل وتروح في الضبان، هذا يكون طري ويكون مثبت التقويس الطبيعي تاع القدمين، هيك هتخففوا 50% هاي الشغلة بس من الألام اللي بتحصل، وخصوصا وانتوا تمشوا. تحياتي لكم، شكرا لكم، الدكتور محمود السيسي.